طريقة رسم السين والشين أيضا. الجزء ده سفلي نسميه واحد، والجزء ده أفقي طوله 3 نقاط زائد كاسة النون، يبقى دي الحركة رقم 2 ودي الحركة رقم 3، بتدينا حرف السين. ادي الحركة الأولى 1 2، فيها تقوس بسيط جدا وطولها ليس أكثر من 3 نقاط ثم كاسة. هنقول إن دي طولها 3 نقاط. لو فرض عايزين نعملها شين بنعمل الجزء ده كده تبقى شين. طيب بالنسبة لحرف الصاد عندنا الجزء الأول هذا المسافة دي نقطتين وهذه نقطة، ونقول عليها رقم 1 زائد الجزء هذا السفلي زائد كاسة النون، بتعطينا الصاد 1 2 3 وكاسة النون تعطينا الصاد، يبقى 1 دي 2 دي 3. حرف الطاء هو نفس الحركة حق الصاد 1 زائد هذه 1 زائد الجزء الثاني بنهاية مدببة وده 2 بتعطينا الطاء 1 2 3. الألف لا تصل إلى التقاء الحركة الأولى والثانية. حرف العين رقم 2 صغير كده زائد الجسم السابق حق الحاء، ادينا اجمع 1 مع 2 يدينا حرف العين. لو فرض هو عين مبتدئة يبقى الجسم الأول الحركة الأولى ثم الحركة الثانية مائلة للأسفل قليلا. لو فرض عايز أرسم حرف الكاف، عندي الألف درجة ميل خفيفة كالعادة 1 زائد حركة الباء أو الجزء الثاني زائد حركة من أسفل لأعلى متجها لليمين، يبقى دي رقم 2 ودي 3 حسب السهم. ثم هرسم دال ولكن بمراعاة ميزان معين هنشوفه دلوقتي. ادي الالف ودي جزء الباء حركته
الحركة الثالثة. لما اجي ارسم حرف الدال اعمل حسابي ان انا في نقطة وتحت في نقطة، يعني هنا نقطة كده وهنا نقطة، يبقى دي نقطة ودي نقطة، ويبقى وانا برسم بعمل حساب الميزان، هذه ثلاث نقاط اللي هي الألف. حرف الميم نعمل نقطة، هذه واحد، دي الميم المفردة، زائد حركة مائلة لأسفل، زائد ألف نزلة تحت السطر، بجمع الحركة واحد زائد اثنين زائد ثلاثة، ادي واحد وبعدين اثنين وثلاثة انزل بيها تحت. ده حرف الميم المفرد. لو فرض عايزين نعمله با ميم، بعمل وصلة مقوسة ثم نقطة واحد اثنين ثلاثة،